من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. بداية يعني نلاحظ هذا الارتفاع الحاصل في مؤشر الدولار، إذا ما تحدثنا على صعيد شهري هي أطول مدة وأكبر نسبة منذ العام 2015 لارتفاع مؤشر الدولار والوصول إلى هذه المستويات، يعني ألن يصل إلى مستوى التشبع الشراعي الدولار في ظل هذه الارتفاعات؟ صباح الخير. بالفعل ارتفاعات متتالية في الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية، وهذا مع توقعات رفع الاحتياط الفدرالي الأمريكي الفائدة الشهر المقبل بواقع 50 نقطة أساس، مع احتمال استمراره برفع الفائدة طوال هذه السنة لربما تصل لمستويات قريبة من 3%. هذه التوقعات تعطي دفعة قوية للدولار الأمريكي، وأيضا وجد الدولار الأمريكي قوة وطلب إضافي خلال تداولات يوم أمس أو هذا الأسبوع بشكل عام مع الانخفاض في أسواق الأسهم. فالمتداولون عندما يقومون بجني الأرباح من أسواق الأسهم يقومون بطلب الدولار الأمريكي كعملة من العملات المطلوبة كملاذات آمنة، وهذا ما أكسب الدولار عزم صاعد. بالتالي هناك احتمالية جيدة أن يستمر الدولار بارتفاعه ربما لمستويات القمة كبداية حول 103 نقاط بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي، وهي أعلى مستويات تحققت خلال جائحة كورونا عام 2020. بالتالي باعتقادي بأن الدولار قد يستمر بالارتفاع خلال هذا اليوم والأيام القليلة المقبلة، خصوصا مع انتظارنا لبيانات اقتصادية أمريكية تشمل النمو والتضخم في الولايات المتحدة. نعم، يعني سركيس هذا الارتفاع في مؤشر الدولار وأيضا يعني أداء الدولار الجيد نوعا ما، كيف يضغط على باقي العملات تحديدا اليورو الذي يعني نلاحظ المنطقة الأوروبية تعاني من معدلات تضخم مرتفعة، هنالك يعني حركة أبطأ للمركزي الأوروبي في ظل السياسة التجديدية مقابل الفدرالي الأمريكي، يعني كيف تصف أداء اليورو في ظل هذه الارتفاعات وهذه الأحداث؟ بالضبط كما تفضلت، المركز الأوروبي أبطأ كثيرا من الفدرال الأمريكي، رغم أن التضخم في منطقة اليورو وصل إلى مستويات قياسية عند 7.4%، وهذا الأسبوع ننتظر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تؤكد ارتفاع التضخم إلى 7.5%، لكن في نفس الوقت اقتصاد منطقة اليورو يتأثر وبشدة من التوترات الجيوسياسية شرق أوروبا، فهنالك ترابط تجاري كبير ما بين الاتحاد الأوروبي ودوله مع روسيا وأوكرانيا، وهذه التوترات الجيوسياسية تهدد ضعف اقتصادي، مما تجعل البنك المركزي الأوروبي أكثر حذرا في توجهه لرفع الفائدة، رغم الاعتقاد السائد بأن المركز الأوروبي سيرفع الفائدة بالفعل اعتبارا من فترة ما بعد منتصف هذه السنة، لكن رفع الفائدة قد يكون قليل مقارنة بما سيقوم به الفدرالي الأمريكي من رفع كبير بأسعار الفائدة، وبالتالي يبقى الضغط الإجمالي على اليورو مقابل الدولار الأمريكي. وكما نرى اليوم تداول اليورو عند دولار وست سنتات أمريكية مقارنة في مستويات وصلت سابقا هذه السنة إلى قرابة الدولار واثنا عشر سنت، والضغط الهابط ربما سيبقى مستمر على اليورو مقابل الدولار، إلا إذا حصلت طبعا تغيرات في توقعات إن كان البنك المركزي الأوروبي أو الاحتياط الفدرالي الأمريكي من جهة أخرى. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذا الشرح الوافي.